يا اهلا وسهلا. قلت شو مطبين البيت غلط يا ستار، توهمنا وطلع يا ما تحكون ايش رايدين؟ ترى هسه الخطاب رقابكم صاروا تشريب. نظراتك تخرجني وانسى. وراحت وراحت شوف وراحت. ماشيني ماشيني بشو يما عوف هاي السوالف شنو؟ السلام عليكم، شلونكم شباب وبنات؟ ان شاء الله كم خرجتكم في جديد وياكم دودي. اوكي الربع، بما انه بالفتره الاخيره التيك توك صار عباره عن اغاني ورقص، الحمد لله طلع لنا واحد انه محتوى بفكاهه، انه اخيرا طلع لنا محتوى كوميدي حلو. فاوكي يا شباب، طبعا هذا الولد اصلا ما اعرف اسمه، اني يعني انا اليومي اتابع فيديوهاته ويطلع لي بلاكس بلاور بس ما اعرف اسمه. اوكي شو اسمه؟ منصور سامي. اوكي طبعا مثل ما تشوفون هذا الولد اللي يمثل دور الام، شوف هذا هنا وهنا وهنا، كلش ضابط الدور يعني فشي بالتمثيل. فاوكي خلينا نطب الفيديو ونشوف اخر فيديو ناشره. اليوم جيناكم الصالون، اريدك تطالعين جميلات. يا اهلا وسهلا، اعود من الصالون كلشي مليوس. شنو قصدي تطلعين جميله؟ تفضل. اريد انك تطلعين كيكه. ليش اذا هو الله ما طلعش كيكه انا طلعش كيكه؟ شنو قصدي هسه طلعش موتين داده فشي تصبغات بالبشره؟ انت سودة تقولين تصبغات بالبشره؟ يا ربي فطس طعين. لا عيني شبيك اصلا انت تخبلين، انت علاجك بيض سلق الصبح. شو سوي بيض سلق؟ حتى تطلعين ريحه وزوجك يطلقك ويخلص منك. اقول لك خليني حلوه لان زوجي يريد يتزوج علي. يريد يتزوج؟ يعني لسه ما مزوج؟ اي لسه. ليش؟ ليش عيني المفروض يتزوج من زمان. يلا عوف هاي السوالف، اخذيني خيط. ليش والله خطي الخيط؟ ليش دادة تغير وجهك كوي كل شيء ما يبين بيك؟ اقول ليش طالعينه حلوه؟ انت غير تشقين شيك؟ هاي شنو؟ تفكرين اريدين طلعن حلوات؟ حلوه. ليش عيني هم الرجاجين ما يترس عينهم بس ترى؟ كوش من الرجاجين. شكرا عيني طلعتيني كلي جميله، تفضلي. تدللين عيوني، خليها خوف ما عندك. اما الله يديك عيوني. والديك عيوني بس سويت صدق. يلا مع السلامه. خلت فامي شوي. وين خيوط بس خلي اسوي قصه. اي قولي عيني قولي. مره واحد اشتغل الواحد وذاك قال له خليها وهذا خلاها وراح وطلع سوى حادث ومات. زين هذا ايش راح يقول لرب العالمين؟ جاي بس مر بي. مره واحده حفيت لها وقلت لها خليها وخلتها. تدرين لحد الان ما صار عدد اطفال؟ خطيه انا عندي 10 اعطيها واحد. شوف اجيت من الاخير طين فلوس ولا اجي هذا الصالون بعد حكايتك مو وحده. اي اعلى شيء الراشدي 17 وحده جايه للصالون شفته وحده. هذا ضاربهم بور مبين. الو حسين ما جاوب جبت الرمل وانا ذبي. هذا يا حسين يقصد على منصور حبيبي. قلبه ذبه بالباب ذبه بالباب اقلب بالباب. هاي من انت نايم ويجيك رقم غريب وما تعرف جاي يسولف تقول له اي شيء سو اي شيء. هالشيء يريد هاي. الو اقول لك حسين جبت حصى وسميت وانا ذبي. هم قال حسين قلبه بالباب قلبه بالباب حبيبي قلبه بصف الرمل قلبه بصف الرمل صار صف الرمل. الو الو قول انا مو حسين. لا تغلط ارجوك سامحني يا اخي. شعور وخري يا اخي وخري وخري. شعور الخباثه كلش حلو. شوف شوف شلون يضحك. عادي ما يجاوب. ما قلت لكم الخباثه فد شيء. حطتنا على البنك شنو الذبانه. اطلعي مشاعري ايش ما ادري منو. شوفوا يعني شوفوا تفتر علي ما تشتري يعني من اصوراني تفتر علي. روحي منا راح من الوادي. ايش روحي منا؟ تعال اذا بيك حظ تعال. والله طلعت. السلام عليكم. وعليكم السلام. وش بيك ضايق؟ ايش بيه ضايق؟ صدق ايش بيه ضايق؟ يلا انزل على الحاسب يلا. اي عاشتين اكيد نزله. ابتسم هذا الشرطي نسمي انزل على الحاسب يلا مو تبتسم نزله. وش بيك تضحك؟ شنو قدامك قريد؟ ايه؟ يلا على الحاسب انزله. على الحاسب يلا. يا يابي بيك اسكت ايش بيك؟ عندنا ميت. عندك ميت؟ جايب هويته الميت؟ اوه عزاء. يلا انت والميت على الحاسبه. حتى الميت على الحاسبه ايش اسوي لك؟ بيك يا فرنس ما تحكي يلا على الحاسبه. والله اخوي احتار ايش اسوي لكم؟ بس اعطيني دقيقه قبل لا تقول لي انزل دقيقه واحده. راح انزل قبل لا تقول لي. خلصت؟ على الحاسبه. يلا خلص صاحبك وعلى الحاسبه. الحاسبه؟ يلا والله احتار ايش اسوي لكم؟ يلا. اوكي شوف هذا الفيديو قبل 3 ساعات يمكن شفته. شوفوا يما ايه هو هذا البيت. هاي عود خطابه يروحون يخطبون. احمر اخذي لي اياها ريتها من شارب شاي يما. شوف هالبنيه شوف هالبنيه. يا اهلا وسهلا.
اقلي كم طبين البيت غلط يا ستار توهمنا وطلع ما تحكون ايش رايدي ترى هسه الخطاب بابكم صاروا تشريب تخوفه احنا جينا نخطب طبين بيتكم بالغلط شنو مو بعينكم بالتعسوله ما طلع من هذا ما تاخذوها والله خلو لو ظل بس بنتك ما اخذها غصبا عليك تاخذها الله كفو شنو ايش قالت؟ قالت عليك مطي ليش تشذبين؟ ايش صدق ليش تشذبين؟ مشاكلتي؟ شلون سمعت ليش تقلي؟ ما طلعوا من البيت الا تاخذون بتاع السوله هنا وحبسوا انا بديت اتعصب اي عفيم اي وش تسوين اذا تعصبتي؟ لا شو اسوي؟ غير ابسط منصور يلا هسه نقول مبروك هسه بدي اقول الشغله ترى انا اشرب يومين نايم بالخياس اشربها وليش تضربين؟ احنا كل احنا نشرب كاي وين جاي من التعاقل كثيره يلا نقول مبروك ماما يلا نقول مبروك خلي هلهل هاي نقطه نقطه اه احترقت احترقت شو ما شردي شردي شنو هذا ليش تضربيه من التسعينات خلي ولي يلا 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 فوق 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 هذا هو هذا ليش تضربه هذا طالب سادس خلي ولي يلا ويش قد الكروه اوكي 2000 2000 من تجي انت وصاحبك للتاكسي يقول لك 2000 اوكي 2000 ايش دعوه هاي القصه اخوي هاك هاي وين رايحين احنا؟ الف الف ولا حكايه تحكي هاك 2000 نقصوا فوق النص من السعر اوكي ما يطلع هو حبيبتي اخوي ايش قد الكروه؟ 15 ونعم 15 يلا اصعد اصعد حطيت 20 معود اسكت حبيبتك يمك طيش قد ما كان واصعد بسرعه زحمه من حبيبتك العاب ما تسوي له حركه الربو حبيبتك بيوم الدين ان شاء الله اخذ منك حسنات بيوم القيامه 20 منال هنا ولا يوفقك ترى قلت يا حبيبي ايش بخيل يا ابني يا ابني لا حلال 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 اسكت بس اسكت هاي صدق من نروح انا وجماعتي بتاكسي نبقى نسوي حتى لو كروب ب 5000 نسويها ب 2000 دينار يعني شنو انت المواصفات اللي تريدينها بالرجال؟ يعني ايش عجبت الف شاب يتمناك لا ابو عشطان الشاب اللي يساعد اهله مثلا يكنس يطبخ يغسل انا موجود هذا منو؟ ليش ابو انا ابو ايش سوى هنا؟ القصه يمه مو يوم يساعد جاني؟ قام يكذب يعني شنو المواصفات تريدين؟ احب الشاب القوي الخوش رجال اللي تخاف من عبد المره يا خلاص جاي بدبه اي ولا في يمه نبدا القنينه لا ظل تبول على روحك بالليل ذبها فضح خرب هلك الامها اوف ولك اعصابك ماشي قله قله خرب هلك امك خرب هلك امك شنو المواصفات تردينها اوكي هاي مره شاب احب الشاب اللي عنده كريش وكيوت لان راح يطلع كرشه مترتين لي قدام الحديد يحبون البنات عندما اتزوجك لن ادعك تمشين على الارض سوف احملك خوفا عليك من التعب من هذا الشعر العنتر بن كذاب امشي اطلع منها يا كذاب يا ابن الكذاب ها منصور اوكي واخر عني استوني قاعد من النوم وجهي ما يقص الطبر صديقتي سالت عليك صديقتي ايه اه يما اي جيت جيت صديقتها يا معود روح روح الطين انا في المكان اي هسه صارت عزيزه هسه صارت عزيزه كلش مدلله اي مدلله اي جيت جيت يما ايش قالت لك تعال وين اوف هسه شوف بالاخير انه راح يطلع شيء فاشل يعني انه القايلته لبنيه شيء فاشل انا اغسلها بس قليل ما بيغسل المواعين قالت لك اي جيت جيت يما روحي تعال بروح اغسل المواعين صديقتك ايش قالت؟ غسلت المواعين ايه كنست البيت وهسه بغسل الهدوم هسه خلنا نغسل روح اغسل الهدوم وتسولف لك اي ما اجيت اجيت يما ام الصيح ام الصيح اغسل الهدوم اغسلن على مود اسولف لك ايش قالت هي؟ هاي الجوريه شي على مود اسولف لك يلا اندرتيكر صار اي الزوالي كله البيت كله راح يشيله اقلت هاي جبت القنينه مال غاز مساحه حذائي مساحتها ايه بس قليلي كمل هسه شغل ما كملت شغل ايه ما عندي حتى الحذاء قام يمسحها صديقتك ايش قالت طلعت مشتبهه تقصد اخوها بالبيت انا عبالي عليك لا يا قلب شفت البخت اهم ايه ايه عافيه ها ما راشد واحد بس راشد واحد هاي انا زوج منتول هذا ايش فيه؟ اي راشد 90 وفقر ما تشوفي؟ وصاحبها وخلاها وصاحبها باي 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 تدول هالجوان لا اشنا ها شكو باي يما بشر شنو ما شنو؟ هو شنو دولة شنو؟ درعونا جاي سوينا روح شنو هذا الحكي؟ يده واخره واخره اي عبي طرده
والله الموسيقى مضبوطة. فارة راحت ورا راحت ورا راحت. ماشيني ماشيني بشو يما عوف هاي سوالف شنو؟ عوسب موسب موسب عوسب دينا موسب. المهم روح اطلع شنو هاي؟ اخيرا حبيبي تعافونا وحدنا. راح يرجع معي ابوك لو جدك يجي. هاي شنو هاي؟ شنو واحد؟ شوف شوف شلون يسوون بوجوههم. شوف شلون يسوون بوجوههم. يلا وخروا 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 يلا. نظراتك فارة فارة شو شو وراح بابا ايش ماشيني ماشيني بشو. اوكي شوف هذا اخي اسمه موقف تصير بي لهذا السبب انا ما اصعد كيات ولا احب اصعد كيات ولا شيء. اوكي شوف يلا عيني بلكت لمو لي كرواي. اوكي حجيه هاي فارة احمل والدي كان استحي ضاعت الكرو ما ما بدي استفسر عندك بس دفعي لي الكرو وانا انطيك اياه يا خطيه يا الفضاحه ضاع كروتك بس تعزيت قلت الحجيه درع شوف لك غير الحجيه هاي الحجيه راح تنشرك بجريده الصباح صح لا خطيه خطيه سايقني خطيه ها ضاعت كرو تاك هاي هاي كرو دفعتها كرو قلت لك فضحته راح اشوف جريده الصباح شوف بالاخبار نشرتين. ويانا الحجية صارت أوكي. ترند على برامج تواصل اجتماعي ساعدت الولد ودفعت كروته بالكي فضل حجية اي والله خطية الولد ضاعت كروته ولو ما انا كان بسط السايق ويكسر الخاطر ان غفا ماتة تجري ويبكي يعني الله لا يراكم ذاك الموقف ونستقبل هسه الولد ساعدت الحجية اوكي نستقبل الولد شوف صاير بي انا بس ارد اقول شغله حجية الله لا يوفقك وساعد السودة اللي لقيتك بيها بالسياره ولو باصدنا السايق ولا هاي الفضيحه مالتك الله لا يوفقك يا حجية نقطع الاتصال يلا نقطع الاتصال نقطع الاتصال وين راح اقطع التصوير اوكي يا شباب خلينا نحط هذا اللايت هنا على مود تشوفون زين طح مجمع طح الموبايل اوكي تشوفون زين اي جيد المهم يا شباب مثل ما تشوفون طفت الكهرباء وهاي بكل فيديو طفت الكهرباء خاف واحد يقول لي ليش ما جاي يصور او ليش ما جاي تنشر بسرعه شوف الكهرباء حتى طير لك ام الواهس لا اقدر اصور لا اقدر امنتج فالمهم اللي هناك وصلنا لكم نات فيديو لايك تعرفون لايك واشتراك وهاي ترتيباتكم وشير لجماعتك على مود تشوفوا يتونسون على مود كاني على مود جماعتك يقومون يحبوك See you.